وللتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف القيادية في المؤتمر الشعبي العام إيمان النشاري، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر. مرحبا بك أستاذة إيمان. أهلا وسهلا. يتوقع اليمنيون من المؤتمر الشعبي العام في ذكرى 36 دور محوري في توحيد الصفوف وجمع القوى الوطنية بعد الشتات والصراع، ما هي الإمكانية التي ممكن أن يقدمها المؤتمر الشعبي العام كمشروع وطني شامل كما عهده الجميع على مدى عدة عقود؟ المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه في عام 1982 جاء تأسيسه بناء على توحيد الصف اليمني وإنهاء الصراعات التي كانت في تلك الفترة، والجميع يعلم ما كان تمر به اليمن في تلك الفترات وعدم استقرار سياسي أو اقتصادي أو حتى تنفيذي في ذلك الفترة، سواء في شمال اليمن أو في جنوبه في ذلك الوقت. ولكن جاء الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح رحمه الله وكل الأحرار الوطنيين في ذلك الوقت قاموا وكان هناك في قبل ذلك هناك أحزاب سياسية كانت تعمل من تحت الطاولة لن تظهر، سواء دينية أو سياسية أو أيديولوجية، لكن جاءت فكر الزعيم علي عبد الله صالح كيف يقوم بجمع تلك الرؤى السياسية وكيف ينهي ذلك الصراع. ولن ينتهي الصراع ذلك إلا بجمع كل الأطياف السياسية في اليمن بجميع تكويناتها واختلافاتها. فجاءت فكرة الميثاق الوطني، والذي يعتبر هو الدليل التنظيمي والسياسي للمؤتمر ودليله النظري والعملي في جميع المجالات، حيث تجاوز الميثاق الوطني جميع النظريات الأيديولوجية، وكان هو الأساس لعمل وصياغة الدستور اليمني الذي يعتبر من أفضل الدساتير اليمنية. لماذا؟ لأنه جاء فكرته على مبدأ الشورى أولا، بجمع كافة الأطياف وكافة الفئات الشبابية، المرأة. طيب أستاذ إيمان، هذا في الماضي. أستاذ إيمان، هذا كان أيضا في الماضي، والناس يتحدثون الآن أو يرى مراقبون ما الذي يمكن أن يحدثه المؤتمر في ظل المتغيرات القائمة، يعني كمشروع وطني جامع وشامل كما عهده الشعب، واليوم الأمل على المؤتمر الشعبي العام في إطار الحرب الدائرة داخل البلد. هو أنا جاية لك في الكلام، لابد أن يعرف المستمع الأخوان المستمعين كيف المؤتمر الشعبي العام تجاوز في تلك الفترة تلك الصراعات وبنى وفعلا ترجم أهداف الميثاق الوطني وتحققت مكتسبات ترجم طموحات وآمال الشعب اليمني، ووحد الرأي لبناء الوطن، القضاء على الصراعات، ترسيخ الأمن والاستقرار، الحفاظ على سيادة الوطن. كل ذلك أتت من خلال ماذا؟ من خلال ما قدمه المؤتمر الشعبي العام الرؤية حول الميثاق الوطني. الآن الميثاق الوطني هو يعتبر الرؤية والتوجه والذي سنسعى إليه لتحقيقه. بالنسبة لما يخص المؤتمر، هناك قيادات وطنية مؤتمرية شريفة تحب الوطن وتسير على نهج الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله، وكذلك على نهج الأمين العام عارف الزوكة، وعلى نهج الشهداء الأحرار الذي قدموا أرواحهم رخيصة من أجل البقاء الوطن والدستور والقوانين والأنظمة وإعادة الجمهورية اليمنية ورفع العلم الجمهوري في كل أنحاء الجمهورية اليمنية. المؤتمر الشعبي العام يجب أن يتكاتف في الداخل والخارج مع مراعاة الظروف التي نمر بها جميعا، سواء الذي في الداخل أو الذي في الخارج. لا نترك فرصة للشائعات أو للخلافات أو لما يحاول أعداء الوطن. أنا لا أعتبرهم أعداء للمؤتمر الشعبي العام، لأن المؤتمر الشعبي العام هو يعتبر الوطن، فهم أعداء للوطن قبل كل شيء. أن نلملم صفنا وأن تكون هناك خطة مستمدة من الميثاق الوطني الذي جاء مستمد من كافة التكوينات السياسية، كذلك مستمد من كتاب الله وسنة رسوله، كذلك الدستور اليمني. نعمل على كيفية تفعيل نشاط المؤتمر الشعبي العام سواء في الداخل والخارج، كيف نلملم الصفوف، كيف نوحد الأهداف والرؤى، كيف يتم تفعيل كافة الجوانب التنظيمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتوجيهية، كافتها يجب أن تفعل في الميدان، ويجب أن تكون هناك عملية اتصال وتواصل مع القيادات العليا والقواعد في المؤتمر الشعبي العام التي هي تعتبر مصدر صبرنا
وصمودنا ونضالنا. نعم، فلا ننساهم، فهم هم الآن الذين نستمد منهم قوتنا. نعم. طيب استاذ ايمان، تاتي هذا العام مع الاسف ولاول مره منذ تاسيس المؤتمر في الذكرى 36 لتاسيسه في ظل غياب القائد المؤسسي الشهيد الزعيم الصالح وبعض اقاربه وقيادات المؤتمر ايضا معتقلين لدى الميليشيات، وما الذي يتوجب على القيادات المؤتمريه وعلى المنظمات الدوليه ازاء هذه الماساه التي يمر بها هذا الحزب، والى جانب اسره آل عفاش تحديدا التي اكثر من ضحت لاجل النظام الجمهوري والوحده والدستور والقانون؟ أنا أدعو من خلالكم. نعم. وأدعو كل من لا زال حر في اليمن، وكل من كل القبائل، كل الشخصيات الاجتماعية، كل المشايخ، كل المسؤولين التنفيذيين الذي استفادوا من الحكم 33 عاما. نعم. في ظل المؤتمر الشعبي العام وهم يحكمون في ظل أمن وأمان واستقرار، أدعو كل حر يمني سواء امرأة أو طفل أو شاب أن 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 لا ننسى ما قدمه الشهيد الراحل علي عبد الله صالح، فقد قدم دمه الغالي فداء لهذا الوطن. نعم. ويجب أن ننفذ وصيته. نعم. يجب أن نطالب ونضغط على منظمات المجتمع المدني والداخلية والدولية والإقليمية والخارجية ممثلة بالأمم المتحدة وبالدول العشر، كافة الدول التي الآن هي يعني مسيطرة على متدخلة في الشأن اليمني، أن يضغطوا جميعا على إخراج المعتقلين سواء من أسرة عفاش الجمهوريين الأبطال الأحرار. نعم. الذي لم أتوقع أن يصبر اليمنيون إلى اليوم. ها نحن نمر يعني 8 شهور استشهاد الزعيم 8 شهور. نعم. وإلى الآن لم يحركوا ساكنا، ولو كان الزعيم لم يكن يسمح لأحد أن يظل في السجن أو وهو مظلوم أو يدافع عن الوطن. فكيف يعني أنا أقولها يا عيباه يا ملامة في وجيه القبائل وفي وجيه أبناء الشعب اليمني. نعم. أقل تضحية، كنتم تقولون في الثاني من ديسمبر أنكم يعني الإعلام تعتم علينا، تغطى علينا، ما عرفناش إيش حصل، ما دريناش أن الزعيم محاصر. طيب. نعم. الآن لكم 8 أشهر وأنتم تعرفون أن أبنائه وأنصاره وأحبابه ومن وقفوا معه في الثاني من ديسمبر لا زالوا في المعتقلات، منهم من هو الجريح، ومنهم من هو الذي يحتاج إلى الدواء. نعم. ومنهم من هو الذي أخذ عنوه عن أسرته. هؤلاء جميعا يجب أن توقفوا معهم على الأقل كرد جميل لما قدمه هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الوطني الذي علمنا ما معنى حب الوطن، الرجل الذي رفض كل المغريات من الداخل والخارج وفضل أن يموت دفاعا عن الوطن وعن كرامته وعن حريته وعن جمهوريته. نعم. وبجواره الأمين العام عارف الزوكا، ذلك الرجل الوفي المناضل. كذلك الآن المؤتمرين المشردون يريدون العودة إلى أرض الوطن. هذا هو الدور. هو شكراً. إذا ضغطت لحظة يا صفر، فضل إذا ضغطت المنظمات المجتمع المدني على هؤلاء، وكذلك فك الحصار على السفير أحمد علي عبد الله صالح. نعم. نطالب جميع، لأنه الحصار ظالم، الذي الحظر الذي عليه ظالم، لذلك يجب أن تقفوا مع أن نقف مع هذه الأسرة الوطنية التي بنت اليمن وعشنا في رخاء وأمن واستقرار وتقدم وبناء، وتعلمنا في عهدهم وعشنا في عهدهم أيام السعادة، وكان فعلا اليمن السعيد، وكانت سيادة اليمن محفوظة في الداخل والخارج. نعم. أتمنى من الجميع أن يقفوا إلى جانبهم وأن يتكاتفوا، ونتمنى أن تعيش اليمن، أن تعود اليمن، تعود الجمهورية اليمنية. لذلك الرحمة على الشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسراء. شكرا. وتحيا الجمهورية اليمنية، ولا نامت أعين الجبناء ولن ترى الدنيا على أرضي وصية. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة القيادية في المؤتمر الشعبي العام عضو اللجنة الدائمة إيمان نشيري، كنت معي عبر الهاتف.